أنا اسمي جمال عمر، كتبت كتاب أنا مصر أبو زيد. مساء الخير، إذا استحت فضل. الفكرة بتاعت النهاردة إن هو أكتر من إن أنا أقعد أقول محاضرة أو أقعد أقول كلمة وبعدين يعني نتناقش أو نتنائر أو نتساجل حولها، أن يكون التفكير حيا، يعني نفكر مع بعض. ما بقاش فكرة المنصة والإيه؟ والجمهور. فاقترحت على دكتورة فاطمة إن يكون حوار بيني وبين مدحت، بحيث يبقى حوار بين جيلين، يبقى نوع من التفكير الحي أكثر ما هو يبقى إيه؟ قوالب جامدة مقفولة ومغلفة ويدوبك على الجمهور إن هو يتلقاك. الناس تتلقى من غير ما يبقى عندها فرصة إنها تشارك أو تتساءل كمان. فهي الفكرة إن هو يبقى فيه تفاعل، لأن بدون ده هيظل الفكر وصاية. المفكر بيعتقد إن هو عنده الإجابات. في ثلاث كراسي قدام وفي كراسي محلي، يعني المكان مفتوح للجميع، مش وهنا كمان. فأتمنى إنها تكون ليلة عبارة عن إن إحنا تفكير جماعي من خلال الحوار ما بيننا. الموضوعات كلها مطروحة ومفتوحة بس بنظام، بحيث يبقى الكلام بتاعنا كلام منتج، مش مجرد بقى ايه سجال ومبارزة كل واحد عايز يحقق نقطة على الطرف الآخر. لأن السجال والمبارزة هو تفكير بآليات السياسة، فاحنا عايزين نفكر بآليات التفكير مش بآليات السياسة. لأن مشكلة كبيرة جدا موجودة في الفكر العربي الحديث إنه المفكر بيفكر بآليات السياسة، سواء كان مؤيد للسلطة أو معارض ليها ما بتختلفش. علينا أن نفكر بآليات التفكير. آلية التفكير بتعتمد عليه أساسا، بتعتمد على إن أنا بحاول أقنعك بوجهة نظري أو أقتنع بوجهة نظري. فالفيصل في الحالتين هو الإيه؟ الدليل، البرهان، الحجة، مش العافية ولا السلطة ولا النفوذ. أي حد بيحاول يفرض آراءه من خلال سلطة أو نفوذ أو لقب أو منصب، ده ساعات تقول لك أنت مش عارف أنا مين. أيوه هي دي، ده من غير فكر، يعني قصة مش عارف أنا مين دي، لأنه ما مش بيفكر، هو بيفرض سلطة. هو بيفرض سلطة. ونجنح شوية على الأكاديمية في مصر التي أصبحت كهنوت وأصبحت ألقاب فارغة بلا مضمون. ولذلك أنا بركز دايما في أول ما بتكلم على إن أنا بشتغل سواق تاكسي، أنا لا دكتور ولا عايز أبقى دكتور. أصبحت الألقاب، يعني شوف إحنا حتى مش في الأكاديمية بس، ألقابنا وإحنا بننادي بعض فيها لوحدها بتعكس حالة الزيف والأقنعة اللي إحنا عايشينها. أنا بحس إن أنا بكبر 20 سنة بنزل مصر، لأن كل ما حد عايز يناديني بيناديني، عايز يناديني بإيه؟ بلقب. ولما أحاول أكسر إن أنا مش عايز أنادي بلقب، يبقى طب ابنك اسمه إيه؟ يعني حتى اسمي يتلغى، يعني لازم يبقى يعني باسم ابني، ما ينفعش إن أنا أنادى لك يا أبو فلان. يا أبو فلان، وهكذا. فحتة الألقاب دي هي بتعكس بنية تفكير وبنية ثقافية في الإيه؟ في المجتمع. فانا لما بحاول اعملها مش مساله منظره مني او محاوله تظاهر، هي اكتر منها محاوله تكسير ايه بنيه. اتفضلوا فيها يا جماعه، كراسي قدام، اتفضلوا. فهي محاوله تغيير بنيه موجوده في الايه، في الثقافه. احنا استخدمنا كتير.
كل واحد يجي. سوف استخدمها ضدك. ده بس طريق. ايوه انا عارف. طيب يعني نبتدي مثلا هي دلوقتي وكده ونص لخمسه الناس اللي تتعرف عليها وبعدين نبتدي عشان طيب نتعرف ببعض يعني كل واحد يقول اسمه ويقول موقعه يعني او موقعه من الاعراب موقعه من الحياه اسمك ايه شريفه مش الافراد انا ما باليش علاقه بالافراد انا بتكلم على ايه الانستتيوشن الانستتيوشن اي كان بعمل فراغ عن جندر في اغاني المهرجانات جميل في اغاني المهرجانات وانا مهتمه بالنسويه عموما عبد الرحمن الله تعالى صح احمد ابراهيم رواية صح 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 وين فكرة صح اهلا مصطفى رزق صح متأملة وقارئة دلوقتي جميلة يا أهلا وسهلا ليا بليغ موظف موارد بشرية بس أنا مهتم يعني ببعض المواضيع منها الموضوع اللي حضرتك حاتم زكي باحث في مركز دال الأبحاث والإنتاج الإعلامي عادل عبد الباري باحث أشرف وردي مخرج أهلا يعني باقة جميلة ومتنوعة وأهلا بيكم وبرحب بالمفكر جمال عمر ابقار ثاني طب بلاش جمال عندي يعني جمال صديقي هتحس ان احنا قريبين كده بنقول جمال الحقيقه هو صديقي في المقام الاول وصديق عزيز جدا وانا سعيده بانه يجمعنا كمان الانشغال والهم بالقضايا الفكريه المسكوت عنها. ارحب بصبر باحث وصحفي ومدحت عمل ورشه في دار العين من فتره هي برين ستورم بينه وبين مجموعه ما حدش منهم هنا في طبعا المانجر ورشوب اهلا فانا اامل انه ان احنا نطلع بمعنى مع مش عارفه اذا هينفع الحوار ده الحوار بتاع النهارده ينضم للكتاب اللي عايزين نعمله عند الناس عشان يبقى متاح للكل ولا لا هنشوف انا بكرر الترحيب بكم جميعا واترك لكم المجال كاملا للتحق فقط هو انا بس هقول ان انا هترك الامر كله لمتحق انا ضيفه و ضيف دار العين وضيفكم وعقلي ودماغي مفتوحين عشان نفكر مع بعض
عنديش إجابات، اللي عندي إن إحنا نفكر إحنا الاثنين مع بعض. لأن العملية كلها ماشية دلوقتي إن الناس تسحب بحبل، والصراع ما بين المتصارعين على من يمسك بالحبل. أنا دوري الأساسي هقص الحبل ده. فاللي بيدور على يقين، اللي بيدور على شط يرسى عليه، ما عنديش. أنا عندي الرحلة أهم من محطة الوصول. المتعة في الرحلة ذاتها. إذا وصلت أو اعتبرت أو اعتقدت إن أنت وصلت، اعرف إن أنت انتهيت. لو كنت باحث واعتقدت إن أنت وصلت، اعرف إن أنت انتهيت كباحث. إذا كنت بتفكر، إذا كنت فنان، إذا كنت بتشتغل في أي شغل واعتبرت إن أنت وصلت للنهاية، اعرف إنها النهاية. فعلى هذا النوت بأحيل الكلمة لمدحت، وأهلا بالمناقشات. مساء الخير، أسأل الله أوقاتكم دائما بكل الخير. الحقيقة عندما حدث دون ألقاب صديق جمال عمر عن فكرة أن يكون ثمة نقاش مفتوح لأول طريقة غير اعتيادية، يعني أن تكون منصة ومتلقي، كان لا يزال في الولايات المتحدة الأمريكية وكنا نتبادل المسجات والرسائل. عندما وصل القاهرة سألنا يعني كيف يمكن أن يكون ذلك الحوار، ففكرنا في أو هو فكر في فكرة يعني مشكلية أزمة التحديث التي مرت بها مصر طوال القرنين الماضيين. وعندما تفضلت دار العين بعمل إيفنت، سولت سؤال: هي المناظرة بينك وبين جمال عمر عن إيه؟ المناظرة. فالحقيقة أن هذه ليست مناظرة، يعني المناظرة بين رأيين متباينين متضادين يتجادلان ويتعاركان. وإن بدأ كما في المناظرة الشهيرة التي كتب عنها نصر حامد أبو زيد بين مجدي أحمد حسين وبين أحمد حسين ورفعت السعيد، أنها بدأت طيبة ولكنها انتهت إلى صراع ديوك يعني بالمعنى الحرفي. أتفق تماما أن الطريق يصنعه السلم، والحقيقة أن الطريق في مصر منذ قرنين من وجهة نظري يعني كان طريقا متعرجا ودون خطة ودون استراتيجية رئيسية منذ بداية محمد علي حتى هذه اللحظة. وترك الأمر في ثلاثة مراحل أو في ثلاثة مشاريع أساسية من وجهة نظري للمصادفة وحدها: مشروع محمد علي، ومشروع إسماعيل، ومشروع جمال عبد الناصر. هذه المشاريع الثلاثة التي بدأت مشاريع تسعى إلى التحديث الوطني وإلى إقامة دولة وطنية وإقامة نظام حديث، وإن كان عليها مسالك، الحقيقة أهم مسلب منها وهي عدم ارتباط هذه المشاريع بقاعدة اجتماعية عريضة. ارتبطت المشاريع فقط بالمصلح الأوحد. فمات المصلح الأوحد مات المشروع، مات محمد علي مات مشروع محمد علي. ثمة سلبيات أخرى، لكن اعتقادي أن عدم ارتباط هذه المشاريع بقاعدة اجتماعية عريضة وأن تتحول المشاريع إلى أن تتبناها الجماهير بالأساس هي اللي تسببت في وفاة ووأد هذه المشاريع. الطبقة العاملة التي استفادت من بناء المصانع في الخمسينيات والستينيات وقفت شبه متفرجة، أقول شبه متفرجة، في السبعينيات عندما بدأ السادات سياسات الانفتاح والتخلص من هذه المصانع، ثم جاء مبارك ليتخلص منها مصنع تلو الآخر، والطبقة العاملة تكاد تكون متفرجة على هذه المصانع. اعتقادي الرئيسي أن المشروع هنا لم يكن مشروعهم، يعني كان مشروع المصلح الأول. بالتالي النقطة الرئيسية اللي متفقين فيها اعتقادي أنا وصديق جمال إن هو بالفاعلية الإنسان الفرد، وبالتالي إذا المجموع يعني مجموع هذه الفاعلية تعني مجموع الطبقة أو مجموع قطاع عريض من المجتمع، وأنا كنت أفضل استخدام الطبقة يعني بانتماءاتي اليسارية وإحساسي بأنه هو المفهوم الأدق يعني إلى حد كبير.
غياب الفاعليه الفرديه هنا لها جذور. انا ساترك المجال لاستاذ جمال لانه اكثر قدره مني في شرح هذه المساله، كيف غاب الانسان الفرد من المعادله الفكريه والسياسيه والاجتماعيه، مش بس طوال القرنين الماضيين وانما طوال اعتقادي 12 قرن تقريبا، باستثناء قرنين من الزمان كانت النهضه العربيه فيهم نهضه كبيره وقدمت الى في مسار الانسانيه من المنجزات التاريخيه والحضاريه والثقافيه الحقيقه ما يحسب لها في مسار الانسانيه. لانه هو حوار بالاساس. انت رميت الكوره كده يعني فيها مجموعه حاجات. هبتدي من اول نقطه انت ذكرتها عن عمليه التحديد. ولما انت ذكرتها ذكرت اسماء محمد علي، اسماعيل، وعبد الناصر. في حاجه مشتركه ما بين الثلاثه؟ سياسيين. سياسيين. اذا الحداثه والتحديث مسيس. مسيس يعني ايه؟ يعني اللي بيحدد اهدافه هو الحاكم السياسي، باشا، خديوي، رئيس. فلما بيبقى التحديث مسيس وجاي من فوق اهدافه بتهتم بايه؟ بما هو مادي، محسوس، ملموس، سريع العائد. فمحمد علي يهتم بان هو عايز يبني جيش، فكل حاجه تدور حوالين ايه؟ الجيش. فيبعد نقول الحداد يدرس السبك المعادن علشان نعمل المدافع، وتبقى البعثات كلها مثلا بعثات تدرس كيمياء وفيزياء وحياه، ويعمل قصر العين ويعمل مهندس خانه ويعمل. اذا خدنا من الحداثه اللي احنا رايحين ننقلها، خلي بالك اسمها ايه؟ حداثه واحنا بننقلها. يعني حداثه منقوله. من اساسا الحداثه ضد الايه؟ النقل. النقل. ده احنا رايحين ننقل حداثه ونقلنا منها ايه بقى؟ لان الثمر اللي طلعت منها ثمار الحداثه العلم، التكنولوجيا، الاله، السيستم، نجيب الجامعه ونجيب الدرجه العلميه والاسماء والالقاب، لكن المضمون تراث. نجيب ينزل الباشا من القلعه ويقعد في القصر، وبدل ما كان بيركب الكاريتا ويركب الخيل يركب المرسيدس، بس ما زال المضمون ايه؟ سلطة الفرد المطلقة. الاستبداد التراثي. إذا خدنا من الحداثة ثمرتها وتركنا الايه؟ الشجرة التي أنبتتها. الشجرة اللي هي ممثلة في ايه بقى؟ حرية التفكير. النقد. حرية البحث العلمي. حرية الاعتقاد. هذه الأشياء قد نبتت من تحت الى اعلى في قرون. فاحنا ما شفناش المشوار اللي هم ايه؟ مشيوا اهتمينا بمحطه الوصول. من هنا اصبحت الحداثه عباره عن ايه؟ مطلق. لما يجي واحد مثلا يكلمك عن اوروبا بيكلمك عن اوروبا عصر الانوار. فلما تيجي تقول له طيب والاستعمار والغزو والاضطهاد، هذه اشياء تم ايه؟ لانك انت حولت الحداثه. اتفضل في كرسي هنا وهنا وهنا، اتفضل. وفي كرسيين هنا ضيا مسيطر عليهم بيأجرهم. ايوه طبعا احنا تقابلنا في ندوه امريكا بالعربي من يومين. اذا عمليه التحديث عندنا اللي هي في 200 سنه الاخيره قايمه على ايه؟ انها فوقيه جايه من فوق مفروضه بالقوه مسيسه. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه انها قامت على محاوله التوفيق ما بين ما راته متناقضين، اللي هي الثنائيات اللي ماليه الفكر العربي الحديث، اللي هي ايه؟ التوفيق بين الاصاله والمعاصره، التراث والتجديد، القديم والحديث، ثنائيات لا نهايه لها. فقامت المعادله على محاوله التوفيق ما بين الجانبين دول. فتجد في كل المؤسسات التي أنشأناها ذلك التجاور، متجاورين. يعني لم يتم هضم التراث
أو هضم ما أنتجه الآخرون تراث الآخر ونطلع حاجة إيه؟ بتاعتنا إحنا بتاعت وقتنا. لا ده إحنا جبنا الغزالي وحطيناه جنب كعب. في تجاور في المكان، في محاولة توفيق بمرور الوقت مع كل هزيمة يحدث انتقالة في تلك المعادلة حتى وصلنا إلى 67. 67 أعلنت انهيار عملية الإيه؟ التوفيق ذاتها. كل مؤسسات الدولة الحديثة بقى اللي احنا بنسميها دولة محمد علي، كل مؤسساتها قايمة على عملية الإيه؟ التجاور. من أول بقى الجيش، الجامعة، القضاء، الفساتين، عناوين المحلات، طريقتنا في الأكل، المساكن اللي احنا بنيناها، في عملية التحديث قايمة على عملية التجاور دي. نتيجة لأنها مسيسة أصبح مشروع السياسي هو الأصل ومشروع المفكر اللي إيه؟ التابع. ماشي وراه. فصاحب المشروع محمد علي رفاعة الطهطاوي حاول يعمل مشروع آخر فكري بس مشروع تابع لإيه؟ لمحمد علي. لما يرضى عليه يعمل له المدارس، ولما يغضب عليه ينفيه لإيه؟ للسودان. لما يرضى على جابر عصفور يعمل له وزير ثقافة، ولما يغضب عليه إذا المشروع المفكر مشروع إيه؟ أنا مش دي مش سخرية من أفراد. لا لا. ما هيش مسألة خاصة بفرد. ليه؟ لأن طبيعة المشروع الفكري تابع، فدايما بيعتمد على الدولة في تنفيذ ما هو عايز يحقق حاجة رخم. يعني ما هو جابر عصفور عايز عنده حلم، عايز يترجم أمور ما كانش هيقدر يعملها من غير العشرة مليون جنيه دعم بتوع سوزان مبارك عشان يعمل مجلس قومي للترجمة. بس هنا في عنصر بقى، أن أصبح المثقف عينه على الصوت، مش عينه على الصوت عشان يوصل لها، عينه على الصوت عشان عايز يحقق إيه؟ أهدافه. عمره ما راهن على الناس، ده بالعكس قد يكون عنده وصاية على الناس، وصاية لأنك أنت إيه؟ ما دام ما انطلقتش من الوعي بتاعهم، انت اللي تعرف هم ايه؟ ما يعرفوش. من هنا تجد عمليه الوصايه والبعد. كان الموقف ظريف جدا لما جم الاخوان للايه؟ للسلطه في السنه اللي هم جم فيها. فتلاقي بقى المفكرين اللي كانوا موجودين في الاهرام زي احمد عبد المعطي حجازي مده طويله، وانهيت عقودهم مع الاهرام. اتفضل اتفضل حضرتك. وانهيت عقودهم مع الاهرام بقى هو ايه؟ في حيث بايس. هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ اذا كان الدوله ذاتها اصبحت في ايد اللي هو كان بايه؟ بيهاجمها. والظريف ان جابر عصفور ذاته في شهر يونيو قبل ما يبقى وزير كان بينقد الخطاب الديني، وكان بيرد عليه وكيل الازهر عباس شمال. واول ما جه وزير وقف الايه؟ الموضوع دلوقتي بقى فيه موضوع احنا لازم يعني طب هنتصرف ازاي دلوقتي؟ ما لان الدوله بقى احنا قلنا عملية توفيق. الدوله بتاعت محمد علي قامت على رجلين، لها الرجل بين قوسين، المدني مش عارف التحديثي بين قوسين برضه، العلماني الان، وفي رجل تانية اللي هي ايه؟ الدينيه. اللي ممكن ناخد النموذج بتاعها الشيخ المعمم والافندي ابو طرقوش. فالركنين دول في الدوله دايما بتمشي بيهم. فلما جت تواجه الارهاب في سنه 90 نفس الحكايه، تطلع وزاره الثقافه وتطلع سلسله اسمها سلسله المواجهه، وتطبع كتاب علي عبد الرازق الاسلام وصول الحكم. فالرجل الثانيه تقوم مطلعه ايه؟ ملحق مع مجله الازهر في الرد على ايه؟ على الاسلام واصول الحكم. انه يتعمل الحظيره التي دخلها المثقفون، وكان جابر عصفور له دور كبير فيها في ادخال كثير من الناس فيها يعني، وفي نفس الوقت يتم التفاوض. كان وزير الداخليه عبد الحليم موسى بيتفاوض مع المعتقلين اللي في السجون بالوساطه. لا الوساطه كمان، وساطه عشان يبقى فيه يعني وساطه، وكان داخل فيها الشيخ
على مذكر الغزالي برضو وشعراوي محمد عمارة وفهمي الويدي وكثير. إذن الدولة بقى قايمة على رجلين دولت، فدايما بتعمل ايه؟ بتعمل عملية التوازن دي. نفسه اللي بيحصل الآن. ويتم التضحية بالمفكر من أجل إرضاء الإيه؟ الأزهر مثلا، علشان هو محتاج إيه؟ محتاج خلفية من الأزهر في مواجهة الإخوان الذين بيحاربوا الدين. تلخيصا للكلام، التحديث عندنا مسيس مفروض من فوق، منقول نقل تسليم مفتاح. السؤال بقى اللي بتطرحه 25 يناير هو ده، هل هنبني على أسس جديدة أم سنكتفي بمجرد إعادة محاولة إعادة إحياء المعادلة القديمة؟ اللي عمله السيسي واللي بيعمله جابر عصفور واللي عمله جابر عصفور كان محاولة إيه؟ إنه يحيوا المعادلة القديمة اللي هي انهارت سنة 67 اللي إحنا شغالين عليها بقالنا 200 سنة وصلنا فيها إلى إيه؟ شيوع الأصولية. ولما بقول الأصولية مش بقصد الأصولية الدينية بس. حولنا الماركسية إلى أصولية، حولنا الليبرالية إلى أصولية، حولنا العلمانية إلى أصولية، فأصبحت هي كلها عبارة عن استبداد واحد بأقنعة إيه؟ مختلفة. أنت بتقولي لي إزاي؟ عادي صوتك شويه. عملنا ليه كده؟ حولنا ليه من انساق الحره الى انساق اصوليه مطلقه؟ لاننا بنعتمد على النقل تسليم مفتاح. مفيش فرق ان انت راح تنقلي عن ابن تيميه او تنقلي عن ابن رشد او تنقلي عن كانت او ماركس او ممكن يكون موقف دفاعي. واحده واحده. انا لسه ما دخلتش على التراث القديم، الكره اللي هو رماها لي يعني على حجر. بس انا عندي سؤال بقى. ده لسه الأسئلة هنفتح باب، يعني احنا قاعدين معاكي للصبح، يعني الدكتورة فاطمة هي اللي هتطردنا بقى. لا مكانكم. إذا السؤال الأساسي اللي بيواجهنا دلوقتي، هل هنستمر في عملية تحديث فوقي بنقل تسليم مفتاح كما ظللنا خلال القرنين الماضيين، أم سنضع أسس جديدة؟ تعالي هنا في مكان. أم سنضع أسس جديدة؟ احنا مين بس؟ معلش عشان أقدر أتابع مع حضرتك، احنا مين؟ يعني في مسند إليك طول الوقت في الكلام، بس احنا يعني الأسئلة دي، هل نحن نون دي بتاعت مين؟ احنا مين؟ يعني احنا شفنا جابر عصفور وشفنا الأصوليين وشفنا الدولة، ممكن أعرف هل سنضع دي احنا مين؟ جميل. طيب ما دام انت دخلت بقى يبقى ناخد نقطتك وناخد نقطته، علشان هو تفاعل مش مجرد منصه. فاتفضلي بقى قولي نقطتك كامله. احنا دي بالعوده الى الجمله الاولانيه، بس خليني اقول انه يعني بص البلد كده، انا ما بعرفش اعمل الارقام ولا التحديث ولا عندي شجاعه يعني بصفه ذات يعني، بس انا ما بقدرش اعمل على مستوايا انا شخصيا. انا يعني حتى لما كنت يعني دي وقت طويل كنت تمام النسويه، وانا النسويه ما بعد حساسيه وبقوم بده طول الوقت، بس لا قادره ابقى اقرب من النسويه الاسلاميه ولا قادره اقرب من التراث النسوي المصري. مش قادره يعني مش قادره طبعا بحترم المجهود، بس انا بحس انه الفجوه دي كبرت قوي قوي قوي، وانه احنا او انا بشكل شخصي مش هقول احنا بشكل شخصي بمثل نفسي اني مش قادره متسقه في التراث. فالسؤال انه هل السؤال اللي انت بتقوله انه هنأسس عجله هنعمل حاجه جديده هنندم ونعمل حاجه جديده، هي نقطه برضه بان احنا هنستقرئ ما يحدث وبعدين نعيد انتاج ما يناسبنا بالطريقه بتاعت البحث في التراث. يعني لازم اقرا ابن تيميه كله علشان اعمل خطاب ديني متجاوز يعني. يعني اوكي. ضيق كان عنده نقطة علشان اللي هيقول أسئلة اللي تعرف عليهم أسمائهم ومش تعرفنا على كل يا أشرف. أنت اللي قلت أقول نقطتك علشان يبقى هو مالناش حقك.
تمام. هو كان في الطرح اللي جمال بيطرحه يعني ان فكره ان هي دوجم مختلفه وان احنا بنواجه بعض في اطار اصوليه عامه في المجتمع كله، بس هي الفكره ان مين اللي ابتدى بالاصوليه الاول؟ يعني انا اذا كنت يعني بعبر عن وجهه نظري فانا بعبر عنها بشكل قد يعني يتمظهر ان هو راديكالي، ولكن ده رد على مظهر راديكالي اخر. يعني انا مش انا اللي ابتديت از راديكال، يعني انا لو واحد جه ضرب عليا نار وانا قمت اشتريت سلاح عشان ارد عليه، في الحاله دي انا مش راديكالي، انا بدافع عن نفسي علشان اجد لنفسي موطئ قدم. فده كان يعني نوع من الطرح او تبريري للحته اللي جمال قالها ان احنا كلنا يعني راديكالز بس بمسكات مختلفه. اسمح لي استاذ جمال، الحقيقه انا وجهه نظري ليس في العالم العربي فقط الدوغما تتصارع، العالم ده ماله هو عباره عن اصوليات تتصارع، والحقيقه طوال الوقت ان المسيحيه الغربيه تحاول ان تصدق نفسها بانها بعيده تماما عن الاصوليه. أضف إلى ذلك اليهودية وهي أم الأصوليات في العالم الحالي، وتمارس القتل على أساس الدين، وتمارس القتل على أساس العنصري والعرقي في على الأقل في فلسطين، تحاول أن تصدر نفسها أنها بريئة من الأصولية. أقول أن أيضا المفكرين عرب وقعوا في ابتلاع هذا الشرك. هاشم صالح مثلا وهو المترجم الأبرز أعمال محمد أركون في إحدى كتبه برأ المسيحية الغربية ولم يرى في المسيحية الغربية سوى التنوير، سوى فرنسا التي علمته. لم يكن هو بيقول بهذا الانبهار، لم أكن أعرف كل هذا إلا إذا جئت إلى فرنسا. يعني وكأن فرنسا التي مارست الأصولية في العالم هذه مسقطة من حسابات هشام. كذلك الأمر عند مراد وهبة يبرئ اليهودية في كتاباته، والحقيقة في كتابه الأشهر والأبرز الأصولية زمن الأصولية ورؤية الأصولية في القرن العشرين يبرئ اليهودية من الأصولية، بل يأتي إلى سنة الأربعينيات عقب الحرب العالمية الثانية 47 و 48 ولا يذكر قيام دولة إسرائيل باعتبارها مجسدة لقمة الصراع الأصولي الذي سيشهد العالم فيما بعد ذلك. طب ليه بما فيهم الأنساق الحرة كالليبرالية والعلمانية والماركسية يعني تحولت؟ اعتقادي أن الأمر معتقد مرتبط بأزمة الحداثة وما بعدها، وتكلمنا كثيرا في هذه النقطة. أزمة الحداثة أن الإنسان بالحداثة لم يستطع أن يحل مشاكل بالعلم وبالنسقية العلمية، لم يستطع أن يحل مشاكله، بل تحولت النسقية إلى أصولية جديدة وإلى دوغما وإلى غاية في حد ذاتها. وبالتالي حتى في النقد الأدبي تطلع البنيوية أن الجداول والإحصائيات هي الغرض وليس النص، فيموت النص لصالح كمال أبو ديب مثلا أو لصالح حدى وصفي. يعني هنا يموت النص بالفعل بصدق، فموت النص هنا جعل مع الحرب العالمية الثانية وتشظي حالة الإنسان وعدم الوصول إلى يقين من خلال نسقية العلم ونسقية وصرامة الحداثة، جعلوا يبحث عن فرد بقى العبث في أو بلاش كلمة العبث. الحقيقة العبث خصمت مع السبعينيات، مرحلة السبعينيات، بس جعلوا يبحث عن يسقط هذه النسقية بالكامل ويعتبرها تفكيرا ميتافيزيقيا. من ثم حدث مع جاك دريدا ثم ثم رفاقا من 66 لما جاك دريدا قدم بحثه الشهير في مؤتمر اللغات والدراسات اللغوية بأنه ترك للعلامة اللاعب الحر، وبالتالي أصبح كل شيء حر في هذا الوجود. هذه أيضا صنعت أزمة بديلة بأن جعلت الإنسان أين اليقين. يعني إذا كان كل شيء متاح وكل شيء مباح وكل شيء وارد وكل شيء محتمل وكل شيء يقين وكل شيء وهمي في ذات الوقت، يعني بهذه العملية جعل الإنسان يبحث عن ما يسمى باليقين الجاهز، وهو بقى أنه يحتمي مرة بالبروتستانتية مثلا أو بالكنيسة الكاثوليكية أو بالكنيسة الأرثوذكسية أو بالتراث الإسلامي أو بماركسيته، فيتحول رأس المال إلى الإنجيل يعني أو إلى القرآن، ويتحول ماركس إلى المبشر يعني هكذا أو العكس في الدراسات الأخرى. هذه الأزمة التي يعيشها العالم أنا ما أعتقدش تفسير رد فعل، يعني أخشى من اعتبار الفعل ورد الفعل مبرر لأصولية دون أخرى. يعني بعد إذنك بس تعليق على كلام حضرتك، لحظة عشان في نقاط اتقالت قبل كده نتكلم عليها وناخد جولة ثانية علشان من يعني أنا بفكر في طريقة تفكيركم وطريقة تفكيرنا دلوقتي، يعني كيف ننتقل وحط معيار، يعني نقول مثلا هي أصولية وهو التجديد بس ونرتاح أو نتعب
طيب انا في ثلاث نقاط اتقالوا وكانت في نقطه من اللي طرحها مدحت هم اربع نقاط. النقطه الاولى الاصوليه، النقطه الثانيه يعني ايه تراث، النقطه الثالثه احنا مين اللي انا عمال اقول عليها دي، النقطه الرابعه عن غياب الايه الفرد ليه وايه الجدر بتاع الموضوع ده، والامور دي مرتبطه مع بعضها، الامور بتتداخل مع بعضها. وهبتدي من مساله التراث. لما تقولي انا مش عايز التراث ده في حاجه، يعني خصوصا انا بدعو للنسويه والتراث بتاعي ما فيهوش حاجه، زي ما كان في حد في الستينات يقول لي هو بيكتب قصه، فما فيش في التراث العربي اي حاجه ايه هتفيدني في كتابه الايه القصه. فيحيى حقي كان بيكتب سلسله من المقالات، شركه مجله التعاون ما رضيش يكتب في الاهرام عشان هو هيك لم الناس كلها الكبار في الاهرام، قال لي طب يعني هتبقى كل المجلات كده ما فيش فيها حد خالص يعني، فبقى كان بيكتب في مجله اسمها التعاون الزراعي او حاجه زي كده. فقال له ايه اللغه اللي انت بتتكلميها دلوقتي دي ايه؟ جايه منين؟ حتى لو انها مختلفه لكن الجدر بتاعها جاي منين؟ ان في 28 حرف مثلا، ان في فاعل وفعل ومفعول. التراث ليس المخطوطه، ليس الاثر، التراث هو ما يتسرب في الوعي الحالي من الايه؟ من الماضي ومن السابقين. فالتراث موجود تحت جلدك شئتي أم أبيتي. لكن الإشكالية بتيجي منين؟ إن البعض بيعتبر إن التراث في مكان ما وفي موضع ما وفي زمن ما هروح إيه؟ أمسك بيه. كل محاولة للعودة للماضي أنت تخلق الإيه؟ الماضي. كل محاولة للعودة للتراث أنت بتصنعي الإيه؟ التراث. فالتراث ده وعي داخل الذهن وليس إيه؟ منفصل عن الذات. فلما تيجي تحبي بقى تمشي وتعملي النقله، النقله هتبقى فين؟ داخل عقل البني ادم قبل ما يكون ايه؟ خارجه. عمليه التحديد بتاعتنا كلها قامت على ايه؟ محاوله تغيير الواقع ولم تهتم باللي جوه الايه؟ لا، فنظرنا للناس على انهم مجرد ايه؟ ديكور في المشهد. من هنا يجي ان المثقف عمره ما اعتمد على الناس لانهم مجرد ايه؟ ديكور في المشهد. السياسي عمره ما اعتمد على الناس لانهم مجرد ايه؟ اصوات. ديكور في المشهد. نستدعيهم الجماهير. وقت الحال. والجماهير دي ايه؟ يعني حاجه كده حاجه واحده. حاجه ملهاش لا راس ولا رجلين يعني. زي مصر. ويعبروا عن اراده الجماهير. بيعملها الاصولي الديني، بيعملها الاصولي العسكري، بيعملها الاصولي البدني، بيعملها الاصولي الليبرالي. الناس مجرد أداة تستخدم للوصول. ده هو إيه؟ كل هدف إن هو يوصل السلطة لفرض مشروعه بالإيه؟ بقوة الدولة. الإخواني قاعد 85 سنة بيعمل إيه؟ بيجهز نفسه عشان يوصل للسلطة اللي هي إيه؟ يفرض بيها مشروعه بالإيه؟ بالقوة. لو اليسار هيبقى نفس الشيء، لو الليبرالية هيبقى نفس الشيء. إحنا مين؟ لو انت بتتكلم بالمعادله القديمه هيبقى احنا ايه؟ هو الايه؟ السلطه والنفوذ والدوله لان هي دي اداه الايه؟ التغيير. انما لو عايز تبني حداثه من تحت يبقى احنا ايه؟ كل فرد بدايه من مين؟ منك انت. رحله الوعي والتغيير داخل الوعي تبدا منين؟ من وعيك انت. ما انا جوايا انا برضو الذكوريه بتاعت المجتمع. حتى لو حبيت الغيها من الوعي بتاعي هي موجوده في الايه؟ في اللاوعي، لان ده احنا بنعيش في سمك في ميه. الميه دي هي الثقافه بتاعت الايه؟ المجتمع. فبدايه تغييرها تغييرها فين؟ جواك انت. اكل الدكتاتور جواك انت. اكل الابويه جواك انت. مش معناها ان حاجه شخصيه. وان النظام القديم بقى اللي يعني كل واحد ده هو نظف قدام بيته والمدينه هتنظف. لا. الموضوع اكبر من مجرد ايه؟ افراد. هي منظومه ورؤيه للعالم سائده في الثقافه
بدون التعامل مع تلك المنظومة هنظل في إيه؟ في مجرد ترقيع. الأصولية، انتقال البشرية من مجتمع زراعي لمجتمع صناعي خد قرون طويلة. من بداية الثورة الصناعية والتغيرات اللي حصلت دي، معدل التغير في حياة البشر ايه؟ بقى سريع. بصوا بس على 30 سنة الأخيرة في حياتنا احنا، ما بين ما قبل الإنترنت والتليفون المحمول وما بعد الإنترنت والتليفون المحمول، فالعالم بتاعك بيتغير بسرعة شديدة. لما يكون العالم المألوف لك بيتغير بسرعة شديدة، مش كل الناس رد فعلها بيبقى ايه؟ واحد، في ناس تقدر تتوافق مع التغير وايه؟ وتتماشى بقى. في ناس كتيرة تعمل ايه بقى؟ تحاول ان تثبت عالمها الذي تألفه، وان لم تكن هناك ثوابت يخلقونها. الثوابت دي هي ايه بقى؟ الأصولية. الأصولية معناها بتثبت شيء معين. فممكن واحد يبقى الثوابت بتاعته ايه؟ دينية، قومية، على حسب الهوية، على حسب المذهب، على حسب. فكل واحد يحاول يثبت العالم اللي هو ايه؟ بيعرفه. وخوفا من حالة التغير الايه؟ لانك انت بتجذبه الى عالم مجهول، وده شيء مخيف مقارنة بحالة الايه؟ اليقين. هو عايز يعرف هيخش الجنة ولا هيخش النار وهيخشها ازاي. انما لو قلت له ان العملية ايه؟ على حرف، او زي عمر بن الخطاب، لو ان احدى قدمية في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. ده هو عايز ايه؟ ثوابت. قول لي ايه الطريق؟ قول لي ايه الحل؟ ولذلك انا بقى هاجم كتير جدا من الناس، لانه عايز ايه؟ عايز اقوله على الايه؟ الإجابة ويمشي ورايا. فلما أقول له إن الموضوع ما هوش بالشكل ده، بيهاجمك. ولذلك أنت لما تيجي تتكلم عن حقوق المرأة في مجتمع لسه أساساً، أول ناس هتحاربك مين؟ المرأة. لأنك بتغير العالم المألوف، الفاميلياريتي بتاعتها. ده مش حاسه. فلا بد ان نبدا منين؟ من اللي جوه عقول الناس. مشكلتنا ان انا بروح اجيب افكار وفلسفات واعتقد ان هي الصواب، واحاول ايه؟ افرضها على الناس بالقوه، باستخدام بقى سلطتي اذا كنت استاذ في الجامعه او مسؤول في الحكومه او وهكذا. ان لم نبدا من الوعي الذي داخل عقول الناس، سنظل في الدائره المغلقه. وهدي مثال واحد. شوف التعامل مع البياعين الجائلين في القاهرة خلال 6 شهور الماضية. قايمة على ايه؟ على الجبر وعلى القوة وعلى العنف. عمرها ما قامت على ايه؟ حط قواعد لأي شيء. وده المحك فيه ان احنا نبدأ بالتغيير من داخل الايه؟ الثقافة ذاتها. ما نكتفيش بالتغيرات الظاهرية. وهقول حدوتة صغيرة، يعني هي نهاية الكلام ولسه ما كلمتش على غياب الفرض، نأجلها للنهاية. وإحنا أطفال في البيت عندنا، وكنت سن 13 سنة، كنا عملنا دستور للبيت، وكتبنا نصوص دستور وقانون وإجراءات، وعملنا انتخابات. فكنت أكبرهم سنا، وكان عندنا أخويا الصغير كان عنده مثلا 3 سنين، فكلهم انتخبوه هو. لما عملنا انتخابات اختاروا اللي هو ما بيعرفش ايه؟ يتكلم، لانهم خايفين مثلا من ايه؟ من سلطتي ومن سطوتي، فاختاروه هو مثلا. الفكره هنا ايه؟ الفكره ان بدون تغيير داخل الثقافه وداخل الوعي، هيبقى كل المنتجات الحدثيه من ديمقراطيه وانتخابات مجرد حبر على ايه؟ على وعي. بدون الحركة داخل داخل الثقافة ذاتها، هيبقى مجرد إجراءات شكلية تستأسد من داخلها الإيه؟
الأصولية ويستاز من داخلها الاستبداد. والنقطة هسيبها للنهاية بتاع اليهودية والأصولية المسيحية. تفسير حضرتك إيه الأصولية الإسلامية لما ظهرت أو رد فعلها كان في حالة رد فعل كانت عنيفة جدا، حالة هياج تكلم ده يعني مثلا في إيران الثورة الإيرانية مثلا رد الفعل نفسه كان عنيف وتزايد الأمر لحد دلوقتي. يعني مثلا نشوف مثلا قمة الأصولية الإسلامية حاليا في العالم هي تنظيم داعش. فازاي يعني تفسير حضرتك ايه الموضوع يعني ليه حضرتك يعني جيت على الاصوليه المسيحيه وهي الاصوليه معاك ان هي يعني هيودوا العالم 60 ده يعني الناس المعتوهين الموجودين في البيت الابيض حاليا مفيش خلاف على ده، لكن الفكره ان ليه يعني شايف ان الاصوليه الاسلاميه كانت رد فعلها كان عنيف؟ استاذ عبد الرحمن عندي بس سؤالين. اول سؤال هو عن اكفال دور الخارج فترة كان المستعمر وبعد ذلك كان العدو سواء كان مثلا إسرائيل أو أي قوة إقليمية أخرى وغير كده في قوة عظمى بتحكم كون الوجود ده سؤال يعني دورها في إحنا وضع لا أو هل لها دور أو لا. السؤال الثاني هي كيف حضرت الأستاذ جمال وأنا أتمنى أن يتحب برضو يعني يتحاور في هذا الموضوع إن هو فكرة اللي احنا بنقول ان احنا بنجيب افكار جاهزه ونحطها في المجتمع ونحاول نطبقها في المجتمع رغم ان انا يعني مش شايف ان المجتمع تقبلها وهذه ازمه، ولكن انا اسال عن كيفيه تشعيب المعرفه، كيفيه جعل هذا المجتمع مجتمع معرفي، ما هي هذه ازمه ايضا. يعني الحقيقه لا ابرر الأصولية الإسلامية ولا أعتبرها رد فعل، بالعكس أنا أخشى من مسألة رد الفعل، واعتقادي إن يعني حسب حتى التواريخ حتى نشأة المصطلح نشأة مصطلح الأصولية هتلاقي الحقيقة على المستوى التاريخي ثلاثة بينشأوا تقريبا في وقت واحد، يعني فكرة المذكرات التي أرسلتها الجمعيات الإرساليات والبروتستانتية للعالم تحت مسمى الأصول للدفاع عن المسيحية الحقة. في نفس التوقيت كانت تتشكل في مصر جماعة إسلامية سنية سلفية بدأت ثم بعد ذلك أخذ يعني تطورت في شكل جماعة الإخوان المسلمين في العشرينيات، والحقيقة يعني نقدر نرجع المسألة بعد الحرب العالمية الأولى تقريبا في المسألة دي. حتى اليهودية في ذلك الوقت كانت يعني العصابات الصهيونية بدأت تصل إلى فلسطين، وبالتالي أنا لا أبرئ أصولية للأخرى. وفي هذا المكان كانت أكثر من جلسة عن مقارنة الأصولية الإسلامية بالخطاب الأصولي الإسلامي بالخطاب الأصولي المسيحي في أكثر من جانب، خاصة في جوانب الرفض الآخر الجندر النوعي أو المرأة ورفض الآخر الديني عقائدي أو مذهبي، وأن الخطابين يعني ما توصلت إليه مع الشاعر وكاتب الفتحي أن الخطابين لا يختلفان كثيرا، الرؤية تقريبا تكاد تكون واحدة تكاد تكون واحدة الحقيقة، وهي نفس البنية بنية رفض الآخر والانغلاق واعتبار الذات هي الذات المؤمنة والذات الأوحد والأصوب والأحق و وتلخصها عبارة الحقيقة الشهيرة في الدراسات الأمريكية البروتستانتية نحن الجيدون وعلى صواب وهم سيئون وعلى خطأ، يعني وهذه هي ملخص الأصولية. إذا ما تم النسق فكري مغلق قائم على نحن جيدون وعلى صواب والآخرون سيئون وعلى خطأ أصبح داخل نسق أصولي، فأنا لا أعتبر الأصولية الإسلامية رد فعل، بالعكس هي مع مجموعة تفاعلات طبعا. بالنسبة للخارج أنا لا أسقط دور الخارج، بالعكس أنا أعشق المفكر المصري سمير أمين لأنه يضع الخارج ركن رئيسي في صناعة التبعية، يعني يضع ركن رئيسي، لكن الخشية أن يتحول إلى شماعة، يعني الخشية أن يتحول إلى شماعة باعتبار أنه وكأننا مسقطون من الإرادة وكأننا مسلبون من الإرادة فيتحول هو المتحكم وهو الإله الأعظم ونحن ما علينا إلا الطاعة. هو عامل من ضمن العوامل في صناعة التخلف في صناعة التبعية في صناعة حتى واللي تتجسدهم من خلالهم التخلف التبعية في خاصة العالم الثالث في شكل من الأشكال الأصولية الدينية أو غيرها. آخر نقطة في مسألة الأفكار الجاهزة نضرب مثال الحياة في موضوع الأفكار الجاهزة. من شهر تقريبا او شهرين المحكمه الامريكيه قررت او حكمت بحقيه توثيق الزواج المثلي هوموسيكشوال في تقريبا كل الولايات الامريكيه، وحضرتك المفروض يعني اكثر بحكم الاقامه في الولايات المتحده.
عندنا بقى النيو ليبراليين العرب خرجوا اوه واو نغير صور البروفايل بتاعتنا ونعملها الوان طيف واحنا مع حقوق المثليين. كن كما شئت لست ضدك يعني، وان سالتني عن رايي انا ليا رايي، انا اعتبره انه مرض يعني، انا اعتبره مرض بناء على شويه معلومات طبيه، بس هي مش دي القضيه، القضيه بقى في المثال نفسه. المثال نفسه في ايه؟ وانه مرض على فكره يجب العلاج منه، زي يعني اذا كان حق المريض انه يمكن يتنازل عن حق في العلاج، القانون الدولي بيحدد مرضين العلاج فيهم بالاجبار. بس انا عايز اقول بس في حته المثال في النسق الفكري. النسق الفكري ان انت لما تتضامن مع ده اولا بتسقط من حساباتك مرجعيه المرجعيه المجتمعيه اللي افرزت الهوموسيكشوال او المثليه الجنسيه في الغرب خلاف المرجعيه الثقافيه التي افرزت المثليه الجنسيه في الشرق. واذا يعني المثليه الجنسيه في الشرق افرزت نتيجه الفصل ونتيجه التباعد ونتيجه عدم الاختلاط كمجتمع خارج نموذج، والحقيقه اغلب ما نقابلهم في حياتنا من مثليين كانوا اذهريين يعني كانوا، وبالتالي هذا عدم الاختلاط والفصل انتج في الشرق مثليه جنسيه. الغرب المساله مختلفه تماما، يعني النتاج ليس عدم اختلاط. بالتالي عندما تقر انت هنا انت تاتي بنموذج جاهز وتقر بنتائج الوضع اللي انت رافضه. النقطه الثانيه الحقيقه في مساله النسويه والذكوريه، دائما انا يعني في اسقاط النسق ان احنا امام نسق الحقيقه اسوء نسق غير انساني بالمره، فنختزله في بعد واحد، بعد الذكوريه والنسويه. سوزان مبارك على فكره كانت تتبنى هذا الطرح فتره من الفترات ولم تحل مشاكل المجتمع، يعني لم تحل مشاكل المجتمع لما اختزلت نسقيه المجتمع انه نسق غير انساني بالكامل، نسق الانسان فيه مسقط الى نسقيه امراه امام رجل. وبالتالي هيجي واحد تاني يحطها اقليه امام اكثريه، مسلمين امام مسيحيين. القضيه انا في اعتقادي اكثر تعقيدا في المجتمع بانها نسق غير انساني، نسق بكل هذه الامراض، هذه الامراض اعراض للمرض الرئيسي، للمرض الرئيسي. ان القضيه أصل المسيحيين مظلومين، أصل المرأة مظلومة، الحقيقة أننا أمام إنسان مظلوم. إذا ما اختزلت المسألة في حلقات الضعيفة دي، الحقيقة النظم الدكتاتورية والله والنظم التبعية في أيام مبارك كانت تتبنى هذه الرؤى لتفكك المشكلة الرئيسية لمشكلات صغيرة لتتهرب من حل النسق الأكبر والمشكلة الكبرى. أستاذ جميل. مساء الخير. انا بشتغل ترزي، فمهم عندي ان انا اجمع الفتافيت ومع بعضها علشان نعمل منها معنى. مسألة بتاعت الخارج هي الجانب الاخر اللي انا لسه ما كملتوش، مسألة التحديث. انا كلمت عن التحديث المسيس اللي هو ايه؟ تحديث الباشا من الداخل. هناك التحديث المعسكر اللي هو جاي على ظهر ايه؟ الباخرة والبارجة والدبابة، زي غزو نابليون وزي غزو العراق في 2003 وغيرها يعني طول التاريخ. فالآخر هنا، الآخر هنا هو العدو والغازي اللي احنا يجب ان احنا ايه نحاربه، وهو ايضا النموذج والمثال الذي نحاول ان ايه ننقله. فاصبح مسألة الحب واللي والكره يعني اصبح الآخر عملة ذات وجهين. ولذلك تجدوا طول في الفكر العربي الحديث كله بيبقى فيه الجانبين دول. لما يجي حد يكلمك عن اوروبا النموذج والمثال بيقصد اوروبا عصر الانوار. يعني تمسك فكر زي فكر طه حسين، وفي طه حسين طبعا علاقته بفرنسا والادب الفرنسي وعلاقته كبيره جدا. طيب يا دكتور طه، احتلال الفرنسيين للجزائر، وكان في مساله على مساله تكريم له مره يعني سيكرم من قبل السلطات الفرنسيه، فهل يقبل التكريم ولا ما يقبلش التكريم؟ هنا الاخر في الوعي في انفصام في النظر ايه اليه. الاصولي الديني اللي بيشوف ان ده غزو ثقافي يختصر الاخر في ايه؟ الغازي والمستعمر و. فالاشكاليه هنا جت منين؟ من انك بتحول الاخر، بتخرجه من سياق التاريخ بتاعه، تحوله الى مطلق، وتختصره في جانب من ايه؟ من جوانبه. يبقى يا اما هو التقدم يا اما هو الايه؟ الخطأ، يا اما تجاور، يعني حاجه متجاوره ما بين الاثنين كده. فلما بتعزله عن تاريخه بيتحول
لمطلق بالشكل ده، وده اللي بيحول العلمانيه والدعوه ليها الى اصوليه، بيحول الماركسيه والدعوه ليها الى اصوليه، لانك جعلتها ايه؟ مطلق. ده الصواب، ده الحق، ده اللي احنا يجب ان احنا ايه نعمله. ممكن واحد يقول لك لا بد وان كذا وكذا 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 وكذا، زي النموذج اللي هو ضربه على مساله حقوق المثليين، بتخرجها عن سياقها الايه التاريخي الثقافي الاجتماعي، فيبقى الموضوع كله ان احنا لو ما عملناش زيهم يبقى احنا ايه متخلفين، لان هو بدا النموذج للايه للتقدم، وده بيعزله عن التاريخ، وده مرتبط ايضا بجعل التراث اخر ايضا تعزله عن ايه عن سياقه. ما انت لو حطيت ابن تيميه كده في الهواء، ابن تيميه ممكن يبقى كل حاجه لكل الناس، وكل واحد يروح يجد من التراث ما يؤيد ايه موقفه. يعني اللي بيدور على الثوريه هيرجع لثوريه ابي ذر الغفاري ودفاع عن حقوق الفقراء، وشفنا كتابات كتيره جدا، وده يبين لك عمليه التجزئه والتفتيت للماضي والتراث من ناحيه، وعمليه ان المفكر طول الوقت بيفكر باليات السياسه، يبين لك عمليه الانتقال التي تتم عند المفكرين العرب من اقصى اليسار لاقصى اليمين. ان واحد كان ماركسي وبقى المفكر الاسلامي الايه الكبير. عندنا طارق البشري، عبد الوهاب المسيري، محمد عماره، مصطفى محمود، سيد قطب، والان اللي كان اخواني وكان واصبح دلوقتي ملحد. في الحالتين هو ما اسسش افكار، هي على سطح انها ملهاش جدر، في الحاد وعلمانيته ملهاش جدر، وفي ايمانه واصوليته ملهاش ايه جدر. فدور ان احنا نعمله بقى ان احنا نعمل ايه، ان تؤسس لما تفكر فيه او 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 تؤمن، بلاش تؤمن يعني، اللي انت بتحاول تعتقد ان هي افكار يعني. فالخارج جزء من المعادله وجزء خطير، لسبب ان الخارج لو خدنا مثلا في مجال الفكر الديني الاسلامي عند المسلمين، الاستشراق في نهايه القرن ال19 بدا يتكلم عن او يعني بعض عناصر منه تتكلم على ايه، ان الاسلام هو سر تخلف الايه المسلمين. فيطلع المفكر المسلم لا، العيب مش في الاسلام، العيب فين؟ في المسلمين. في المسلمين كده انت بلعت الطعم، لانك بتجاوب على سؤال انت اساسا ما سالتوش لنفسك، انت بتجاوب على سؤال ايه حد تاني. فطول الوقت انت مستنزف في دفاع عن قضايا ومشاكل، زي النموذج اللي انت ضربته تاني هكررها تاني، حقوق المثليين، في حين ان احنا اساسا البني ادم حياته كلها ممكن تضيع في الشارع بدون اي ايه ثمن، يعني لسه في المراحل دي. طب ليه مساله غياب الفرد، ليه الفرد مستبعد وجوده غير محمد علي؟ الدور الاساسي اللي قالت دي كانت بتكسر كل البنى الاجتماعيه اللي كانت موجوده ان لم تنضم لها او تبقى تحت ايه سيطرتها. يعني كان عندك في فتره المماليك وفتره العثمانيين ولا اخره، كانت السلطه فوقيه، بس كان عندك مشايخ العطارين والنحاسين والنجارين، في بنى اجتماعيه هي اللي قايمه، والمشايخ كل دي بنى اجتماعيه كانت موجوده، كانت هي اللي ماشيه المجتمع، ما كانش في ابنيه من السلطه يعني واصله للايه للجدر. هو قاعدين في القلعه بالبتاع، وكل شويه ينزلوا ياخدوا الايه المكوس ولا الاتاوى ولا الضرائب اللي هم بيحطوها. فالدوله الحديثه هدمت كل الابنيه الاجتماعيه الايه القديمه، او جعلتها ابنيه من ورق مفرغه من الداخل، زي اتحاد عمال مصر الان مثلا، او اي التنظيمات اللي موجوده دي، اللي هي تبقى اعتقد يسيطر عليها بالحرس الحز الامن الدوله ولا الامن الوطني ولا مشاكل. فده جزء منها، ان الدوله الحديثه قايمه على الايه؟ على انها بتفرض التحديث بالقوه، بتدمر كل الابنيه الاجتماعيه، فالفرض هنا غير ايه؟ موجود. انا بضربها صوره دايما، ان دور مؤسسات دوله محمد علي كانت بتقوم بدور اساسي، هو ايه؟
ان عشان احنا خايفين من الخطر الخارجي فبنتحد. فالمصريين مثلا نقول نتكلم على مصر يقفوا طابور واحد وحده، وعلى اول الطابور مين؟ الباشا الخديوي الملك الرئيس، هو اللي بيشوف وهو اللي بيعرف. وتخيل انت بقى الطابور ده لو اللي في اول الصف ده وقع على وشه مثلا، ده دينية حكم الفرد اللي هي ماشية من أيام دولة محمد علي حتى الآن. في 15 سنة الأخيرة ونحوها طبعا من بداية الانفتاح، بس في 15 سنة الأخيرة من عصر المبارك هذا الطابور قد بعثر ليصبح حركة قطيع. 25 يناير طلعته على السطح، هي ما صنعتوش، هي بس شالت الايه؟ الغطاء عنه. فالسؤال هنا هنتعامل معاه ازاي؟ اللي موجودين دلوقتي في السلطه بيحاول ان هو يرجع الموضوع للمعادله للطابور. بس نظم الحكم الحديثه ما ينفعش فيها ايه؟ حكم الفرد الطابور. بس ده برضو انا من ناحيه ثانيه ده مش هيجي من تغييرات سياسيه، شلت عوضين جبت محمدين هتطلع، لان العيب في المكنه مش في الايه؟ في الافراد. الاتوبيس ذاته هو اللي فيه العطب، هتستبدل سائق. ما احنا استبدلنا مبارك جه مكانه طنطاوي، طنطاوي جه مكانه عدلي، عدلي جه مكانه مرسي، مرسي جه مكانه السيسي وهكذا. ولو شلت السيسي بكره وجبت عواضيه المكنه ذاتها بدون، وده اللي بخليه بقى نخرج من اطار السياسي الى اطار الثقافي اللي تحت الجلد. شغلنا بقالنا سنين طويله شغالين على ايه؟ على اللي فوق الجلد. فانا هصدع دماغكم لمده 10 دقايق بشويه بقى من اللي تحت الجلد. جبتوا نفسكم يعني. غياب الفرد. ليا صديق عزيز اسمه فكره اسمه انطونيوس نبيل، فهو سماها الورقه الصفراء. انا صورت له اللي انا بشتغل فيه بالتليفون وبعت له، فالورق اللي انا بكتب عليه دايما اصفر، فدي الورقه الصفراء. الثالوث ده الله الانسان العالم، الله الانسان العالم. الثالوث ده كل انساق العقائد والفلسفات بتقوم على محاوله انشاء علاقات ما بين ايه؟ الثلاثه دول. الاختلاف ما بين فلسفه وفلسفه وعقيده وعقيده هو نوع العلاقات التي تنشا ما بين الثلاثه دول. في التيار الفكري الثقافي الذي ساد عند العرب وعند المسلمين هو الله المطلق القادر، والغاء قدره الانسان والغاء القوانين اللي بيمشي بها الايه العالم في سبيل ان ربنا سبحانه وتعالى قادر يبقى كل حاجه ممكنه، المعجزه ممكنه في كل ايه وقت. واعتبروا ان وجود قدره الانسان معناها انها تقلل من قدره الله، وجود قوانين بيمشي عليها العالم ده بيقلل من ايه؟ من 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 قدره ربنا سبحانه وتعالى على احداث الايه؟ المعجزه. ده نسق فكري بشري ساد لظروف اجتماعيه وظروف سياسيه فاصبح عقيده. وكل من يحاول ان يقترب منه يقترب من الايه؟ من العقيده. في حين ان هو كان عباره عن ايه؟ اجابه ضمن اجابات اخرى. المعتزلة كان لهم رأي، الخوارج لهم رأي، الشيعة لهم رأي. اللي ساد عندنا في بلد زي مصر هي ايه؟ الرؤية الأشعرية للعالم، اللي هو المذهب العقيدي الذي يدافع عنه الأزهر. الأزهر كل شغله هو الدفاع عن هذا المذهب ايه؟ في العقيدة، ضد التشيع وضد الخوارج وضد الوهابية. احنا بنتكلم على الناحيه في الارض في ال 40 سنه الاخيره فعلا في تمام من الناس اللي راحوا السعوديه وتسلفوا بالفلوس. واقول لك اكتر من كده، على تاريخ الازهر بالكامل يعني من الازهر ذاته كان اشعري، كان شيعي، شيعي الاسماعيليه في الدوله الفاطميه. عندنا هنا في مصر الجمعيه الشرعيه للعاملين بالكتاب والسنه اللي هو اتجاه سلفي سني، ديت منشأة من 1912 يعني من قبل قيام دولة السعودية بحالها. فالجدر موجود. أموال الخليج والبترول هي إيه؟
يعني اصبح دلوقتي الجوامع يعني الجوامع اكثر من البني ادمين اللي هي بينفق عليها من الكويت ومن وتنفق وتبنى لاشخاص معينين ويعمل يعني يتم البحث اللي ورا الفلان ده تبعنا ولا مش تبعنا واموره من هذا. نرجع تاني للايه؟ للورقه الصفراء. الورقه الصفراء دي كل المفاهيم دي ثلاثة مكتوبة على ورقة صفر في سياق آخر بتدور كل المفاهيم دي فيه اللي هو سياق إيه؟ الثقافة السائدة. كل ثقافة هي التي تخلق التصورات عن الله وعن الإنسان وعن العالم. كل محاولات التجديد عندنا من محمد عبده الأفغاني وهؤلاء حتى الآن دارت كلها وقامت على انه بيغير او بيجدد على نفس الاساس اللاهوتي الايه؟ القديم. يعني بيغير في القضايا الفرعيه، يعني عايز مثلا العلم ظهر في اوروبا. فعايزين نفتح معاني القران عشان يتقبل العلم الحديث. لكن ما فيش حد تعرض للاساس الايه؟ اللاهوتي ده. وكل من تعرض له حرقت اصابعه. محمد عبده ذاته في كتابه رسالة التوحيد في الطبعة الأولى انحاز إلى مفهوم خلق القرآن عند المعتزلة. في الطبعة الثانية اتشال. وقيل بناء على رأي الإمام محمد عبده. ولو كان محمد عبده حسم القضية دي كانت قضية طه حسين في الشعر الجاهلي ما كانتش حصلت، وكانت قضية علي عبد الرازق في الإسلام وصول الحكم ما كانتش حصلت، وكانت قضية محمد أحمد خلف الله في القصص الفني في القرآن الكريم ما كانتش حصلت، وكان اللي حصل مع نصر أبو زيد ما كانش حصل. لأن نصر أبو زيد من هؤلاء الذين فتحوا الكلام على الأساس اللاهوتي. وكفاية كده في الكلام اللي تحت الجلد اللي هو بينيم. بس السؤال هو بدون أن نتعرض إلى ما تحت الجلد ستظل العملية مجرد إيه؟ إعادة ترقيع وتغليف وتعبية. نصر أبو زيد كتب سنة 2001 أو 2000 عن تجديد الخطاب الديني استجابة لدعوة السيد الرئيس محمد حسني مبارك في خطابه ليلة القدر عن تجديد الايه؟ الخطاب الديني. أنا سمعت الموضوع ده تقريبا من 3-4 شهور ولا حاجة. هو من سنة الحقيقة. ده رمضان اللي فات. هو بعده سنة بيتكلم. إذن هي مجرد إعادة تعليم وتغليف و حاجتنا على حبيبي الكبير الشيخ شعراوي. الشيخ شعراوي طبعا له اسم كبير وصوت كبير وراجل يعني انتشر جماهيريا. بس كل الشغل برضه عباره عن ايه؟ اعاده تغليف القديم بكلام ايه؟ حديث ولغه معاصره. السؤال ان لم نحتك، ولذلك لو تدوني دقيقه بس كمان على مساله تجديد الخطاب الديني، لان كلمه الخطاب تم اختصارها في انها ايه؟ الخطبه باللغه. فالخطبة يبقى ايه؟ بدل ما يتكلم لغة عربية فصحى يتكلم ايه؟ عامية. يقعد سعد الدين الهلالي يتكلم كأنه ايه؟ قاعد. هو ما كانش قصد كده. بيتكلم مين؟ لما بيتكلم على تجديد الخطاب الديني الرسالة نفسها. بغض النظر انا بتكلم على ايه؟ يعني ما حدث. حتى في الخطاب النهارده هو يقصد الخطاب الديني الاسلامي فقط. نسأله بقى. الخطاب الديني في مصر كله متخلف. مسيحي بقى مسلم. لانه خطاب ديني مصري. مش هتفرق انه مسيحي او اسلامي. بالعكس اقول لك مثلا ان محمد عبده في الارثوذكسيه المصريه لسه ما ظهرش. البعض بيعتبر الاب متى المسكين هو محمد عبده للتجديد. بس انا بقول ان هو لسه كمان ما ظهرش. فهو كيان مصري. لذلك انا بقول ايه؟ الورق الصفر، لان كلنا شغالين في نفس الايه؟ الثقافة. وانت قمت بدور كبير لمحاولة ابراز الصلة ما بين الاثنين. اذا هرجع تاني لمسألة الخطاب. الخطاب مش منطوق الكلام. المشايخ من كتر استخدامه لكلمة الخطاب فقدت معناها. لدرجة ان جابر عصفور لما كتب مقالة تقريبا من شهرين ولا حاجة قال ايه؟ تجديد الفكر الديني.
وقال كده في اول فقره عشان كلمه الخطاب ايه اصبحت بلا معنى، لان من كثر استخدام المشايخ ليه، لان الخطاب تم اختصاره في الكلام الايه المنطوق، انما الخطاب هو بنيه التفكير وراء المنطوق. فاذا اردت ان تجدد خطابا لا يمكن ان يجدد خطاب، انت محتاج خطاب جديد. يعني يعني مثلا الشافعي حط اصول اربعه للاسلام اللي هي القران والسنة والإجماع والقياس. نوع العلاقة اللي انت بتعملها مع القرآن ده الخطاب. فلما تحول القرآن إنه سلطة يجب أن تفرض على الناس بالقوة، ده نوع معين من العلاقة. لما تحب تغيرها بقى يبقى تحول القرآن إلى مجرد كتاب محتاج ان احنا ايه نفهمه وندرس، موضوع للايه للبحث. كونه موضوع للبحث يختلف عن كونه ايه سلطة وحق به علم السابقين وعلم القادمين وبه كل شيء ورد فيه، ده نوع اخر من الايه من العلاقة مع القرآن. لكن عمرهم ما يعملوا كده، كل اللي هيعمله مجرد ايه يجيب الكلام القديم ويقوله بلغة يعني معاصرة ويبقى راجل كيوت ويجيب ايه كلمتين من نيتشه على كلمتين من ماركس ومن كانت عشان يبان ان هو ايه مطلق. وعلى فكره ده مش خاص بيهم بس، لو رحت للاصوليه المسيحيه والاصوليه اليهوديه برضه هتلاقي في ناس كلها بتعمل هذه التوليفه علشان هو قدامه جمهور عايز يسيطر عليه يعني في النهايه يعني. والجمهور ده دلوقتي بيقرا حاجات ما كانتش بيطلع عليها قبل كده. انا اسف في الاطاله بس هي المواضيع متصلة مع بعضها، وحتى الآن لم أجب على السؤال اللي هو كيف استبعد الإنسان. بس بصورة عامة هو الرؤية التي سادت في ثقافتنا جعلت الله مطلق ولغت أي قدرة الإيه للفرد للإنسان أو أي سببية في الإيه في العالم. بس شرحها يطول يعني، فكرة الكسب عند أبو الحسن الأشعري وتصوره عن التاريخ وعلاقة الله بالعالم دي عايزة كلام كبير هيصدع دماغك. شكرا أستاذ جمال. ناخد مدخلات. أنا عايز سؤالين سؤال منهم خارجي عشان حقيقة عايش في أمريكا، وسؤال خاص. همستار جدا، دي حاجه يعني محتاج حاجه تقول اجابه غير تقليديه. ايه سيطره امريكا على اوروبا بشكل يعني كل الاخبار اللي بتيجي على ان اوروبا انهزمت هزيمه فظيعه قصاد قصاد الامريكان يعني. دي حاجه الحقيقه مدهشه يعني، قصاد تنوع كبير جدا في اوروبا ينهزم قصاد ثقافه استهلاكيه. ف يعني ايه اللي جوه امريكا يديها قوه بخلاف ان هي قاره شابه، بخلاف ان عندها مصادر طبيعيه، بخلاف انهم ماديين جدا، كل ده معروف. لكن كنا انها تهزم كمان الثقافه الاوروبيه دي الحقيقه يعني. الحاجه الثانيه بقى بالنسبه لهنا، انا موافق على كلام حاجه جدا جدا متفق معاك، بس عايز ازود حته شويه. احنا دايما بنتكلم على المجموعات الصغيره، الحقيقه في مشكله في الشعب. في كتاب أظن ترجمة أستاذ بشير السباعي على الحملة الفرنساوي، فبيقول إنه وقت الحملة المصريين كانوا على درجة من أنا آسف كلمة التخلف، لدرجة إنه تعاملوا مع العربية أم إيدين اللي بتشيل الزلط والطوب على إنها اختراع عبقري اللي إحنا بنسميها البراوتة. والشعار معروف قوي يا خفية الألطاف نجينا منا المخاف. استمرار بعد كده 200 سنة أخيرة هادي مثال مثلا من سلامة موسى. سلامة موسى كاتب في تكوينه كتاب تكوين سلامة موسى إنه عمل مجلة علمية في 1915 يعني في بداية القرن اللي أغلقها له بالأمر المباشر سعد زغلول. سعد باشا زغلول.
لما نقرا مثلا الطبقات الاقتصاديه في مصر قبل 52 مفيش حضور للناس خالص. احنا بنتكلم على مجموعه بشوات ومجموعه اغنيه وعماله وفلاحين ما لهمش اي علاقه بالواقع النهائي. حتى فتره ناصر الانسحاق الشديد قوي قصاد ناصر بالشكل ده. انا هنسى المثقفين وهنسى الكتاب وهنسى هيكل وهنسى كل ده. فين الناس؟ عايز اسال سؤال خيالي. يا ترى لو ما كانتش اسرائيل طلعت كان حالنا هيبقى مختلف؟ لو ما كانش البترول الخليجي طلع هل حالنا كان هيبقى مختلف ولا كنا بقى على نفس الدرجه؟ اظن ان احنا يعني اللي انا عايز بس اقوله ببساطه انه زي ما حضرتك بتقول يا استاذ عايزين نخش تحت الجلد مش بس في الناحيه الدينيه مش من ناحيه الفكر التراثي. علاقه الناس في مصر بفكره حريه اتخاذ القرار واني ابقى مسؤول عن حياتي انا اعتقد ان فيها مشكله. تكوين البني ادم المصري من سنين طويله لدرجه ان احنا لما نقرا اللي عملوه الفراعنه انه مش معقول يكون الشعب ده استمرار لشعب الفراعنه. مستحيل في قطيعه حصلت. هل هو ده نفس الفلاح؟ الفلاح الموجود دلوقتي اللي موجود من 100 سنه هو ده نفس الفلاح اللي كان موجود من 2000 سنه؟ ايه اللي حصل؟ في 500 سنه او 600 سنه قبل دخول العرب مصر غامضه جدا، محدش عارف حاجه، محدش عارف حاجه عنها. الكتابات عنها حتى قليله جدا. وحصل تحول غريب جدا لدرجه ان احنا نوصل انه المماليك اللي حضرتك بتتكلم عنها لنهايه فتره المماليك يوصل الشعب المصري يبقى 2 مليون ونص. مشاغل بطرح رؤى وطرح اشكال جديده من العلاقات في المجتمع وطرح اسئله عن الثقافه. لكن اللي بيحصل ان المثقف اندرج او اتسحب لمنطقه مش لا تخليه منتج اسئله عن الثقافه. يعني خلاه كل اسئلتنا حاليا عن تجديد الخطاب الديني، وكان تجديد الخطاب الديني هو وحده أو الخطاب الديني وحده هو أزمة الثقافة المصرية. فكل أسئلة معظم الكتابات دلوقتي ومعظم الندوات استجابتها للسلطة بشكل ما أو آخر أو السحر، يعني استجابته دي دعوتها يا إما فخ أو بشكل ما أو آخر إن هو يناقش الخطاب الديني وبقت هي دي أزمة الثقافة المصرية مش جزء من الأزمات. فده بس
يعني بتبع نفس طريقه التفكير وبحاول ارجع ورا خطوه. اعتقد ان القاعده دي بتجسد بالظبط ليه الغرب بينظر لحلول هذه المنطقه انها المنطقه دي كلها الغرب بس، يعني اعتقد احنا كمان بقينا نبص كده، المدخل الوحيد لعمل اي تغيير في اي شيء هنا لازم يكون مدخل مادي، لازم يبتدي مادي. غريب ان احنا دايما بنتكلم عن الحداثه والدين في جمل واحده. طب ما هو ده ما حصلش في الحقيقه، يعني مش لازم نتكلم على امريكا واوروبا بس، ده ما حصلش في روسيا ولا حصل في امريكا اللاتينيه ولا حصل في اليابان ولا حصل في الصين. الحداثات المختلفه وصيغ مختلفه تماما عن بعض، هي ما كانش لها اي اساس ديني على الاطلاق. بالعكس اوروبا يعني كان ارجيو انها قدمتش غير لما حطت الدين على جنب خالص، ابتدت تعمل الفصل الكامل بين الدين والدوله، وجات الحركه العلمانيه عشان تقول لا خليكم معلش انتوا على جنب واحنا نعمل حاجه مختلفه. يعني فهل احنا فعلا مؤمنين المدخل الوحيد لاصلاح ولتكوين حداثه خاصه بينا ولعمل اي شيء هو احيانا احنا نتكلم عن الدين ونقارن اصوليات ببعض دينيه؟ انا برضو انا كل مره بسمع الاصوليه المسيحيه المتجسده في اوروبا او امريكا، يعني ده بالنسبه لي كلام غريب. طب يبقى نعمل ايه في اليابان وفي الصين طبعا دي اصوليات برضو، فهل بس ما لهاش اي مرجعيه دينيه خالص؟ يعني ما نقدرش نعتبر دي مرجعيه دينيه. واللي بيحصل في افريقيا في دول ما لهاش اي ملامح دينيه برضو، يعني في سلطويه مش مبنيه على الدين وتخلف مش مرتبط بالدين، وفي تطور وتقدم مش مرتبط بالدين بالمعنى الفيث يعني الايمان. فمحتاجين نفكر ليه احنا بنحط الاساس، احنا حاطين ده في الارضيه، ده الورقه الصفر اللي احنا اصلا عاملين عليها المناقشه. فانا بتساءل يعني هو ده لان احنا فعلا المنطقه في الخصوصيه دي، ان احنا كل مره نتكلم لازم نبتدي من دي، لازم نبتدي من ده عشان نعرف ندي نفسنا اصول. انا شايف اجابه بسيطه، انا اسف لما تخلص تقطع انا مدخلك. فده جزء، لان المباراه الدينيه هنا هتبقى دايما احنا بنبص فيها على اللي عندي دين او اللي انا عندي رد او تفسير او فهم الدين. طب اللي ما عندهمش دين انا مش باصص عليهم خالص، كانوا مش موجودين في الدنيا يعني. ما اقدر اي كان ارجو من قوتهم الاقتصاديه يعني شويه. الحاجه الثانيه فكره العالم الخارجي وبره وجوه احنا بنعمل ايه. برضه سمير امين شخصيا لحد النهارده مش ناجح على الاطلاق في انه يفهم ظاهره امريكا اللاتينيه وظاهره جنوب شرق اسيا. هو ما عندوش اي تفسير لده، وفي كل مناقشات معاه لان يعني حادثه التطور الاقتصادي اللي حصل في دول في قاره كامله هي امريكا اللاتينيه، واللي حصل في منطقه جنوب شرق اسيا لا يمكن تفسيرهم من خلال نظريات المؤامره او نظريات المركز والاطراف ونظريات التبعيه والحاجات دي. هي بالعكس هي يعني بتؤكد ان الحاجات دي ظواهر شاذه. هو مره قال الكلمه دي، مركز ان هي دي ظاهره شاذه كان فيهم يعني ملايين البشر. فانا مش عايزه يعني احول الموضوع لشماعه شويه، بس في نفس الوقت احنا فعلا ما عندناش تفسير لمصر ليه حالها. يعني حالها بقى في بلاد لما يتم احتلالها ومتخلفين بره، في بلاد كانت محتلة وأزمانها طويلة ووصلت لنتائج مختلفة عننا. فأنا بعتقد إن النظر شوية إحنا دايماً عيننا على أوروبا فعلاً، عيننا على أمريكا، عيننا على الغرب قدم حاجة مختلفة، بينما إحنا يعني عندنا نماذج في العالم في الوقت اللي إحنا فيه ده. خلينا يعني نعيد النظر تاني في الأساس النظري أصلاً، بخلينا نقعد قاعدة نتكلم فيها عن خطاب الديني والحداثة في الجملة جمله مفيده. استاذنا انا كنت سواء هو كان تعليق بسيط يعني ليه احنا دايما بنتكلم في الدين. انا بقول بتلخيص قوي، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي عندنا، احنا متخلفين في كل حاجه، هي دي الحاجه الوحيده. لو انهارت دي ممكن ان احنا نبدا من الاول. بس ده مش اجابه الحقيقه ونعمل سيناريو. هو كان تعليق برضو على نفس النقطه اللي الاستاذه كانت اتكلمت عليها، ويمكن اتكلمت مع جمال فيها اكتر من مره، فكره العوده الابدي.
دي يعني كانت من إرث إلياد، إرث إلياد، وده كان يعني باحث أو عالم في الديانات القديمة أو في علم الأديان عامة عموما. فكرة إن الإنسان اللي بيحكمه الفكر الديني هو إنسان، أنا آسف، هو إنسان متخلف بالضرورة، لأن هو عايش في إطار غيبي ومنتظر الإله في الكتاب المقدس أيا يكن نوع كتاب. بالضرورة إحنا بنتكلم عن مصر، ماليش دعوة بأي دولة تانية، أنا مصري وعشت في مصر عمري، فأنا بتكلم عن الحالة اللي بقابلهم في الميكروباص، في الأتوبيس، في الشغل، الفلاحين اللي من البلد اللي بابايا منها، إسماعيلية، كل المناطق، وبتعامل مع كل طوائف الناس، طريقة المنظومة الفكرية، الكلام اللي بيطلع من بقهم. فكرة الدكتاتور، غياب الفرد، ما هو ربنا دكتاتور، معلش حد يعرف يعمل حاجه مع ربنا، ما هو خلق المجرات، التصور لان ربنا دكتاتور، تمام تمام. فنزول الاله تجسله في الارض هو دكتاتور او عسكري او سولجر او الرب، رب الجنود عند اليهود. هتلاقي التصور في الاخر ان الاله ذكر، ان الاله يعني سوري بلطجي دكتاتور، ما حدش عارف يعمل معاه حاجه، الذي ليس كمثله شيء، فمش عارف توصل معاه الحل حق ولا باطل، مش عارف تجيب معاه اي نتيجه. فبالتالي لما بيتكسر يا فندم، بس مش عندنا، مش في مصر الثقافه. انا اقصد انا اقصد اللي سايق لنا، انا اسف يمكن اكون مخطئ، ما انا وجهه نظري. عايز اطمنك ان في كمان اله. انا فاهم، ده كان قديما بقى ايام المطريقيات قبل البطريقيات، تمام. ما انا عارف الالهيات القديمه، او البورصه، البورصه ما هي انثى. بالظبط بالظبط بالظبط. بس اللي سائد دلوقتي ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان فكره اللوح المحفوظ ليس في الامكان احسن من مكان، ان نحن الا نسخ من الذي حدث ازلا وكتب، كتب خلاص هو كتب. ففكره الدين انا في اعتقادي وقد اكون مخطئ، هي فكره مدمره للفرد. لازم نعمل شيء انساني بقى، يعني نطلع مش تجديد خطاب ديني، خطاب الديني مش محتاج انه يتجدد، خطاب الدين ده مصيبه في حد ذاته، احنا محتاجين خطاب انساني. يعني ننسى بقى خلاص الدين ده اصلا، يعني انا في اعتقادي يعني اولد فاشن، يعني ما عادش اصلا ينفع ولا هيدي اجابات للانسان. ما هو لو كان هيدي كان ادى. بس فكره ان في ناس بتتكلم على ما بعد الحداثه ونقد الحداثه، نقد الحداثه من منطلق ان هم بيكسروا العلم كدوجما، مش بيرجعوا له كحل يا فندم، مش زينا يعني، مش رؤيتنا احنا. انت حضرتك مش عارف تدخل العصر الصناعي، يعني انت مش معرفش تدخل العصر الصناعي، انت اصلا حتى يعني الايرا الزراعيه نفسها اتدمرت، فانت اصلا انت في عالم من المسخ، عالم مسخ، فانت لا زراعي ولا صناعي، وفي نفس الوقت تستدعي اساطير الهيه تحت مسمى قران، انجيل، توراه، وات ايفر، مبوظه دماغ الناس. فلا انت ماضي ولا انت حاضر، وبعدين تيجي تتكلم مع حد يقول لك نرجع لايام الصحابه او استنى الجنه. يا سيدي انا هنا والان وفي الحاضر، هنعمل ايه؟ ايه الحلول الواقعيه في الواقع المتازم اللي احنا فيه؟ لا لازم انا لما استنى الجنه المأموله واتوعد بيها والواقع خربان، او ارجع لورا، ورا مات وقدام مش موجود، فانا عايش ما بين غيبي يعني غيبين. فبس ده يعني اللي شايفه يعني. ضيع لا استاذ ضيع ولا قبل الجنب؟ طيب احنا عشان نختم الساعه 9 قدامنا 16 دقيقه 17 اتفضل انت وانا انا ما عنديش كلام كتير الحقيقه يعني. لا بس بصراحة المداخلات قيمة جدا، بس ده الحقيقة. أنا الثقافات الأخرى لا نراها يعني، أو هم مش مطروحين، مش أدوات، مش ضمن أدوات تكوين المعادلة ده دايما في حوارنا، لا حتى مش بس اليابان والصين وروسيا، حتى إفريقيا مثلا اللي جزء نحن منها، يعني هي مسقطة من حسابات المعادلة الفكرية بشكل أو بآخر أغلب الوقت، يعني خلينا نقول أغلب الوقت. مسألة الدين، لا أعتقد أن الأصوليات اللي في العالم بشكل أو بآخر الدين بيلعب فيها دور، بمفهوم الهند مثلا، السيخ والهندوس وما حدث حتى في آسيا بشكل عام، وفي إفريقيا جيش الرب وجوزيف كوني وهو يدعو على دولة مسيحية ونقية تقوم على الكتاب ويقتل المخالفين معه، وصل يعني بالتالي وفي إفريقيا الوسطى نزل في أصوليات يعني ممكن أصولية عسكرية طبعا، بس في أصولية عرقية وقومية، وفي أصولية قومية، وفي أصولية يعني أنا أبعد من الدين. بس دايما لأن احنا نعاني كثيرا من فكرة الأصولية الدينية في العالم الاعتقادي، مش بس حتى في العالم الثالث أعتقد، يعني في الغرب يعودون ويطالبونه بالعودة إلى أيام الرسل الأوائل يعني، وهو حتى في الخطاب الكنسي يعني. لا مش صحيح الحقيقة، مش صحيح. وصول كارتر للولايات المتحدة وإعلانه أنه ولد مرة أخرى كمسيحي عندما وصل إلى الحكم، وثم ريجن، ريجن التجسد الأكبر وأصبح المسيح الحق
والذي يؤمن باسرائيل والذي يؤمن لانه يسهل عوده، يعني حقيقه فكره اختفاء السلطه بالكامل دي خاصه في الولايات المتحده ربما يعني تم استدعائها في فرق كبير. لا يعني بس ما زالت موجوده بس البنيه الوعي الجمعي في امريكا مش عايزينها تبقى مسجلات. يعني انتوا خدتوا فرصتكم خليه هو يكمل الكلام. بس معلش يا منى ممكن اتكلم معاك في النقطه دي في حاجه؟ يعني نسيت يعني حاجه بسيطه. ايوه علي رحمه الله المفكر الجليل ناصر حمد ابو زيد يعني ملخص ما كان يسعى اليه ودفع ثمنه طبعا فعلا يعني بدون تزايد ولا تحليل دفع ثمن في هذه المنطقه وهو حقيقي يعني ان هو كان اللي شغله نزع القداسه عن المفسر التسع سنين تمام؟ فاظن ان احنا ازمتنا فيما يخص الخطاب الشعبوي ده عدم نزع القداسه عن المفسر، واظن حتى لو انت بتتكلم عن الرب بالصوره دي فهم كذا تراك بيطوروا خطابهم لاجل مصالح اقتصاديه فقط ولا صراعات اقتصاديه بالاساس، لكن احنا للاسف لا طولنا عنا بالشام ولا بقى حاجه من احنا لسه في الحضيض يعني. شكرا. استاذ جمال عشان اولا الخطاب الديني احد تجليات الخطاب العام، يعني لما يبقى في اصوليه دينيه ده معناه اساسا الخطاب العام ينضح اصوليا، فهو احد تجليات الناس اللي بتحاول يعني تختصر ان الاشكال كله في ايه في الخطاب الديني، ولو يعني سرطان لو تم بتره هيتم ده ابتصار للامه. فالخطاب الديني احد تجليات الخطاب العام، لما يكون في خطاب نهضه هيظهر نهضه فكريه، لما يكون في تخلف وتراجع وانكفاء هيتجلى فيه. بس في سؤال محوري هنا، ليه حينما نقول التراث يتم اختصاره في الايه؟ في الدين، في حين ان التراث ذاته اوسع وارحب ومليء، ودي لعبه دايما بيلعبوها مع بعض. يجي مثلا ايه بتوع وزاره الثقافه عايزين يضايقوا الاسلاميين، فيقوموا عاملين ايه طابعين مثلا الفتوحات المكيه لابن عربي او يطلعوا الف ليله وليله، ووصلت لمجلس الشعب وجلسه كبيره عريضه على الفتوحات المكيه لابن عربي وتكفير ابن عربي وهكذا. اذا ابتصار واختصار الماضي في جانب واحد، او ابتصار واختصار الاخر برضه في ايه؟ في جانب واحد، زي مثلا اوروبا. احنا اتكلمنا على الكلام ده بس انا ما فصلتش في التفاصيل دي لان يعني هتاخد تفاصيل كتير. فدايما يتم اختصار وابتصار الماضي في الايه؟ في الدين. مش بس في الدين، في الدين الاسلامي. مش بس في الدين الاسلامي، في جانب محدد من الايه؟ التراث بتاع المسلمين. ما هو برضه حتى في مجال الفكر الديني ما هو والمعتزله دولت ما كانوش يعني فكر ديني. الشيعه ما كانوش في الفكر الديني. والتصوف ما كانش موجود في الفكر الديني. يتم اختصار ليه؟ لان حولنا الماضي الى خارج سياق الزمان والمكان زي ما عملنا لا تاريخيه التراث ولا تاريخيه الماضي، ومقابل ليها ايضا ايه؟ لا تاريخيه الاخر ولا تاريخيه تراث. فيبقى هو برضه نموذج والمثال وهو برضه العدو. فاللا تاريخية هي مرض الفكر العربي الحديث. الإشكالية هنا مش في الماضي ولا الإشكالية في الآخر، الإشكالية في نوع العلاقة اللي احنا بنعملها مع الماضي ونوع العلاقة اللي احنا بنعملها مع الآخر. بمعنى ان انت لو حاسس ان انت مأزوم ومضطهد وفي حالة قلق وبترجع تقرأ الماضي، القراءة التي ستنتج عن هذا الوضع هي قراءة ايه؟ اجترارية. بتكتر الماضي، تبحث عن بواطن فخر فيه، فيبقى بقى ايه؟ انت حاسس بالضعف؟ ده احنا كان عندنا امبراطورية وكان المسلمين لما كانوا بيحكموا الاندلس، بص ده الاصول السلفي يقول لك كده، كانت اليهودية والمسيحية والاسلام ينعمون فيه وهكذا. هنا ده مش الماضي، ده ايه؟ الصورة اللي انت بتنشئها بناء على نوع العلاقة اللي انت عملتها مع الماضي. كذلك الاخر الاوروبي، ممكن اقعد اجيب لك امثلة من بكرة من دلوقتي لحد بكرة على ايه؟ مظاهر التقدم والتنمية، وممكن اجيب لك مثلا على ايه؟ مظاهر الاستغلال والاستغلال، لانك بتحوله الى ايه؟ تختار
يقتصر في جانب واحد. كل انسان منا في كل الايه الجوانب دي. الاشكاليه في فكرنا احنا، ولذلك نقد عمليه التفكير عندنا مهم، لان المشكله مش في الماضي ولا مشكله في التراث قد ما هي ايه في نوع العلاقه اللي احنا بنعملها مع الماضي مع التراث وكيفيه تعاملنا معه. مساله سيطره امريكا على اوروبا، يعني طبعا فيها جوانب كتيره. جانب منها انت ذكرته اللي هو ان اوروبا امريكا شاب عن اوروبا، بس امريكا بتاخد حقنه مقويات كل سنه، اوروبا ما بتاخدهاش بنفس الكيفيه. اللي هي ان امريكا مجتمع مهاجرين، فقدرتها على استجلاب بشر اكبر من قدره اوروبا او اليابان على استجلاب ايه بشر. البشر دولت هم حقنه المقويات اللي بتجدد شباب امريكا. يعني انت لما تحسب عدد الهجرات الشرعيه تضيف عليها حالات التبني تضيف عليها حالات الهجرات الغير شرعيه، المجتمع الامريكي بيخش 1,000,000 بني ادم كل سنه. لما تضيف عليهم المواليد يبقى ده تجديد امريكا شاب، ده اللي بيخليها تقدر تعمل النفوذ ده في جانب كبير منه. الركن الثاني في مساله امريكا ان امريكا مجتمع مهاجرين، ناس انتقلوا من مكان الى ايه الى مكان داخل المجتمع الامريكي ذاته. يعني انا اقول لك مثلا نيويورك حيث اعيش، ما بين 11 سبتمبر 2011 حتى الان تلت عدد سكان نيويورك اتغير، اللي هو ايه الشاب اللي طلع ودخل الجامعه وبيروح في ايه في ولايه تانية بعد ما جاله شغلانه في مكان تاني. فهو مجتمع يتحرك. يعني انت تقدر تقول ان لو اعتبرت امريكا دي كوتشينه، الكوتشينه بتتفند كل 10 سنين، تلت عدد السكان يتم ايه انتقال. الحركه دي مش موجوده فين في اوروبا، زي ما انت شايف عندنا مثلا ممكن واحد يتولد ويعيش ويموت ويقبر في نفس الايه المكان في نفس الشغل ونفس وهكذا. هناك الحاله دي بتدي سيوله، ولذلك تلاقي كل الانجازات المعرفيه في ال 20-30 سنه الاخيره الشركات الكبيره كلها تظهر فين. طبعا نتيجه لان امريكا لها جزء كبير من الكعكه بتاع الاقتصاد ده مهم. بس برضو لانها ايه المهندس الهندي يقدر يروح امريكا، الدكتور المصري يقدر يروح امريكا. تخيل انت لما يبقى دكتور اتصرف عليه تعليم ابتدائي وثانوي واعدادي وجامعه، وهي بتاخده على ايه ما صرفتش عليه مليم في التعليم بتاعه، وانت صرفت عليه وخرج، ده عباره عن ايه؟ عباره عن مال تم نقله ثروه تم نقلها من مجتمعك الى ايه الى امريكا. ادي مظهر من المظاهر. المظهر الثالث الثروات التي يعني هناك كلها ثروات مكونه من السرقه، فتروح فين؟ في الامان. وانا اسافر مهاجر غير شرعي واروح اشتغل عند واحد برضه ممكن يكون مصري، جايب فلوسه منين؟ من مصر، والعم سام بياخد الايه الضرايب. الفكره كده. نقطة أخيرة في مسألة أمريكا، أمريكا الآن أصبحت مارد، قلنا هو بياخد مقويات، له رجلين، الرجل الأول هي الصين والرجل الثاني هي الهند. لأي شركة أمريكية، أي مواطن أمريكي بيتصل بالتليفون عشان خدمة سيرفيس على التليفون اللي بيرد عليه في بنجلور إنديا، جهاز الآيباد الأولاني الصغير بتاع ده لما ظهر كان عبارة عن إيه؟ اتنين مهندسين هنود قاعدين في بدروم حتى ما فيش مروحة، اخترعوا الايه الفكرة، بس هو ما قدرش، ما عندوش اللوجو بتاع شركة ابل، لو عمل هو حتى مش هيقدر ايه يسوقه. فالفكرة جاية منين؟ من الاتنين دولت، وبتاخدها ابل وبتروح تصنع فين؟ في الصين. اخونا اللي كان قاعد في البدروم خد مليم، واخونا اللي صنعها في الصين خد 5 تعريفة، وقبل تاخد الايه بقيه $1,000، يعني مبالغ في الارقام يعني، بس هي الصوره بالشكل ده. هي قبل صنعت، هي قبل عملت، واللوجو
بالتمركزات الرأسمالية اللي تكونت خلال القرن ونص أو القرنين الماضية. فالحالة دي يعني أمريكا بالذات، وأنا عملت جلسة من 3-4 أيام كانت عن أمريكا بالعرب، مركزة على هذه القضية اللي هو إزاي ننتقل من النظر لما هو على السطح، لأنك أنت بتشوف العالم بناء على تجربتك أنت في الحياة. فاحنا عندنا هنا بقى رئاسة الجمهورية لها دور، وزارة الخارجية لها دور، والجيش له دور. فاللي بيروح بيدور على الإجابة فين؟ في البيت الأبيض وفي الكونجرس وفي وزارة الخارجية وفي البنتاغون وفي الكنيسة مثلا. لكن أنا أقول لك بقى إن الباور الأساسي موجود داخل مجالس إدارات أغنى 500 شركة في أمريكا. كوربوراتوكراسي. لما تبص بقى عايز تقارن وتقول لي بقى، لما تقول لي عايز تقارن بقى وتقول بقى احترامهم بحرية المرأة، ما تبصش على إنها لابسة شورت وماشية في الشارع وراكبة عربية وإن هي كده تبقى حرة. 3% 3 من كل 100 بس اللي بيرقصوا مجالس إدارات شركات كبيرة سيدات. لو أحصيت عدد النساء اللي موجودين في مجالس الإدارات ذاتها 20% مقارنة بنسبتهم في الإيه؟ في المجتمع. بس لأن إحنا بنبص على الخارجي والظاهر والباين قدامك ينهار البلاد. ده مقارنة الحرية بتاعت الستات هناك، يعني إحنا متخلفين. الواحد يركب طيارة من هنا وينزل باريس أو ينزل لندن أو ينزل نيويورك فيشوف الناس وتصرفاتها وسلوكياتها، فيختصر الموضوع في ايه؟ في سلوك. فلما تختصر في سلوك يبقى المطلوب ايه؟ توعيه. فانهم عاملين وزاره الارشاد والاخوان يعملوا مكتب الارشاد، ويبقى عندنا المشير ما بيشير، لان العمليه اختصرناها في ايه؟ اختصرناها في انها سلوك خارجي الظاهر. ما بنشوفش ان في ايه؟ بنيه موجوده تحت. وما اننا بقى في دار نشر، وانا عطت في الكلام ده على الدكتوره فاطمه، ان البنيه الاساسيه للمعرفه في امريكا قايمه على المكتبه العامه. الراسمال الكبير اللي كان بيدمر اتحادات ونقابات العمال هو اللي عمل في نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20 بنى 10,000 مكتبة عامة. عشر تلاف مكتبة عامة لو كل مكتبة هتشتري $100,000 في السنة كتب، أصبحت إيه؟ بنية أساسية للناشر والمؤلف والإيه؟ والقارئ. الكتاب اللي بيتحط في المكتبة العامة بيقراه 20. الكتاب اللي أنت بتشتريه في بيتك ممكن تسلفه الواحد بيقراه 2. يبقى ده ثروة واستخدامه. يعني مثلا لو الكتاب ب 100 جنيه وقراه 2 يبقى تكلفه القرايه وقفت على 50 جنيه. انما لو احنا عندنا 10,000 مكتبه وكل مكتبه بتشتري لها ب 10,000 جنيه في السنه كتب، اصبحت بنيه اساسيه للايه؟ لسوق الكتاب. تفيد اللي بيالف واللي بيقرا فطول ما احنا بنتعامل مع الامور من على السطح بدون ان احنا نعمل ايه بقى؟ نعمل البنية الاساسية للتفكير داخل المجتمع المصري. سنظل البنية الاساسية للفكر عندنا قايمة على ان كله مشروع الدولة، والتعليم كله وكل الانظمة معمولة عشان تطلع موظفين يشغلوا دولاب العمل بتاع الدولة. انا عايز ابالغ واقول لك ان نظام يوليو ذاته هو أكبر مفرخة لتخريب أعضاء الإخوان المسلمين. أنت لما تصادر التفكير داخل الجامعة ويبقى كل دور الطالب إنه أكيد ويروح يحفظ ويطلع الكتاب، والدكتور اللي هو له رأي، ده في سنة 54 تم إخراج واستبعاد ورفض 50 أستاذ. الأستاذ بياخد 20 سنة في التكليف. لما تفرض 50 يبقى 1000 سنة خبرة اتحطوا على الرف بقرار من ضابط الركن رهيب. ده عمل نوع من تأميم التفكير داخل الايه؟
الجامعة. فبتخرج طالب اللي هو ايه بقى؟ بيسمع ويطيع. هيروح فين؟ عضو عامل في الإخوان المسلمين. ولذلك كل أعضاء مكتب الإرشاد الكبار خارجي التعليم الحكومي المدني ده أستاذ دكتور في طب وهندسة وصيدلة هم مسلبيين كده. مش بتكلم على السلبية، بتكلم على إيه؟ عندهم دايف وعندهم برضو وعي وعندهم إدراك رايحين فين؟ كتنظيم. أنا بتكلم على بلد، أنا بتكلم على بلد. طيب مسألة مثلا يعني النقطة اللي انت ذكرتها هناك على مسألة الشباب ودوره ويعني هم لما هجدوا الخطاب الديني شبه يسمعوه مش هيسمع لحد، بس لانك انت تبص للدين على انه الممارسات الصلاة والصوم والزكاة مش هيصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل الطقوس، بس بنية تفكيره تصوره للعالم هي البنية الايه؟ الدينية. هو طريقة تفكيره مش هتتغير، الممارسات لأن هي ده اللي بتشوفه الظاهر، فده مش هنقعد برضه زي ما صديقي العزيز الحاج فكر أندروس هو يقول لي إن هو إيثيست، وإحنا لما نتكلم في الدينية بقول إن شاء الله بإذن الله، طب أنا هتصل بيك موجودة في إيه؟ ده بحكم الكلام موجودة في وعي، في لا وعينا، في لا وعينا، حتى لو أنا مدرك على مستوى الوعي، على مستوى اللا وعي إيه؟ موجود الله رابط موجود في ايه؟ في حياتنا. البلتين بدون التعامل مع ما في داخل عقول الناس هتظل العمليه عمليه ترقيع. بغض النظر بقى المثل اللي انت جايبها باسم التقدم او باسم الاصاله او باي، اذا ما ابتدناش من اللي داخل عقول الناس سنظل نرقع ونرقع ونرقع. عدم حضور الناس وده مرتبط بغياب الايه؟ الفرد. لان تجربه التحديث عندنا قايمه على ايه؟ جايه من فوق، فالناس مجرد اداه. المثقف ايضا انت لقدت فكره المثقف، بس وانت بتتكلم انت كمان اتكلمت عن المثقف. اتكلمت عنه. المثقف هنا عندنا اشكاليه في النخبه. إنها شريحة صغيرة ضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، فلذلك إيه؟ مهمشة. ولأنها استبعدت إنها تتواصل مع الناس وكل تركيزها على السلطة، فكل سعيها إنها إيه؟ تصل من خلال يعني تحقق أحلامها أو دورها أو من خلال سلطة الدولة. بس في جانب أساسي من الموضوع ده، إن المثقف ذاته مأزوم، مش قادر يخرج بره القالب اللي وضعته فيه الإيه؟ السلطة. ليه؟ لأن ما فيش ولا مفكر ممكن يعيش من داخل كتب، ما لأن الكعكة بتاعت القراية صغيرة وكانت بتتحكم فيها لحد 10-15 سنة فاتوا. الطابع الوحيد الأكبر هو إيه؟ الدولة وناشر أو اتنين من بس. دلوقتي مع الإنترنت ومع دور نشر كتيرة ولا أخر، بس ما زالت الكعكة إيه؟ فلو إحنا عايز تعمل تغيير حقيقي لابد أن نوسع كعكة القراية. إزاي؟ بدل ما يبقى الموضوع قايم بس على بيع وشراء كتب، يبقى قايم على تأجير واستعارة واشتراك في الإيه؟ اللي هي الفكرة اللي عملها كارنيجي في أمريكا بأنه عمل 10,000. إحنا ما عندناش حد هيعمل من الرقص أو الرقص ماليين حاجة من الحاجة دي. فنرجع تاني، إذا إحنا لازم نبني بنية تحتية للتفكير مش مسيسة من قبل الإيه؟ الدولة، ولا مسيطر عليها من قبل رجال أعمال يمسخوها ويحولوها لمجرد إيه؟ قشرة من الخشب. ازاي ده يحصل؟ انا عندي تصور وكنت بسعى ان انا احققه، بس من انا بعيد فبيبقى العمليه كلها افكار، اذا ما كنتش موجود مش هيتم. اللي هو لو سعينا لخلق 1000 مكتبه
او مكان لبيع الكتب. بس مش هيكتفي بانه يبيع الكتب، ده ممكن يعير ايه كتب. لو اشتراك شهري ب 10 جنيه في السنه ب 120 جنيه مثلا اشتراك، شوف انت بتروح تشتري كتب قد ايه في معرض الكتاب، 200 300 جنيه. لو اسره كلها على بعضها باشتراك ب 120 جنيه وهتقرا اكبر عدد من الكتب، كده تكلفه قراءه الكتاب هت ايه هتقل، وهتوسع عدد اللي بيقرا. بس احنا مننا كلنا، انا عايز اوصل ابقى وزير ثقافه عشان اغير، انا عايز ابقى رئيس جمهوريه عشان اغير. طول ما احنا بنفكر بالطريقه دي لا هيحصل، لان السلطه دايما لما هتغير هتغير بناء على ايه؟ صلاح عايزه الطالب الكيوت ومثقف الكيوت اللي هو بيجي ويقف يتصور مع في الخلفيه بتاعه المشهد يعني. واشكركم شكرا جزيلا، والى لقاء اخر ان شاء الله. هنوه ان يوم 8 في مؤسسة نصر أبو زيد للدراسات الإسلامية هكون هناك ورشة عن نصر أبو زيد والقرآن، في فصل تطبيقي على صورة الرحمن وصورة القمر وصورة العلق، هيبقى شغل تطبيقي على الإيه؟ القرآن. وستكون هناك ورشة يوم كامل من الساعة 10 لحد الساعة 4 أو الساعة 5 في مركز دال للدراسات يوم 10. أنا محب شد محاضرات، بس هقول محاضرة عن هل قصرت مناهج القدماء والمحدثين في التعامل مع القرآن، للوقوف على آخر المستحدثات في الدراسات القرآنية اللي احنا بعيدين عنها في مصر الآن، في حين ان بلد زي تونس فيها دراسات حديثة للقرآن. وكتبت على فيسبوك يعني استاتس بالمعنى ده، فدخل لي وكيل دار العلوم دكتور عبد الراضي وقال لي يا استاذ جمال وانت جيت لنا في دار العلوم؟ احنا قلنا لا. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا موصول لدار العلوم دكتوره فاطمه استضافتها يعني لهذا الحوار. انا سعيد بهذا اللقاء، وقوموا لاعمالكم وانصركم وهكون هتضحي بال